استمتاع هندي جميل جدا باحداث هذه المباراه. المتعه موجوده، الاثاره موجوده، كل فنون الكره الطائره اليوم شفناها على حقيقتها. منتخب سبايسي على الاخر، حراق على الاخر، المنتخب الهندي. المنتخب الاسترالي يعاني من الدفاع الخلفي معاناته شديده عموما، ولكن قد يعود، قد يعود. هنا طبعا جون اورورايد 18-3 11-8. المباراة القادمة بين البحرين وقطر، عربية الهواء خليجية المزاج، هذا العنوان الرئيسي للمباراة القادمة. نعود شوف الآن واحدة من اللعبات سريعة داخل الملعب فعلا بقرار سليم جدا. غريغوري قاعد يقدم لمسات حلوة فعلا. نعود لادم وايت، لاعب شغال على مية بيضة، راح نشوفك يا وايت، ما وراك يا وايت. استقبال حلو، هذه قوية، لامسة، التمركز الدفاعي من ادم وايت ما كان مناسب ابدا للكرة الماضية، لامسة. الجمهور الهندي المرتاح تماما من الاداء الكبير فعلا. 12-9 مشاهدينا الكرام، المباراة في كل تفاصيلها حلوة. هنا تغييره، رنجيت سينج 194 سنتي، لاعب يمتلك قوة دفاعية وراح يكون مؤثر جدا على مستوى الدفاع الخلفي. شوف الاستقبال، هذا أدقار من أعلى حوادث الصدمة لك حالي أدقار. هذا توماس أدقار مترين و12 سنتي، اللاعب الأطول في هذه البطولة. 12-11 أيضاً سنجل كابتن المنتخب الأسترالي. 12-10 مشاهدينا الكرام، أرسال قوي جدا، اللعب السريع، أفضلية للمنتخب الأسترالي. حلوة حلوة لبليسنج ميشا. مباراة صعبة. 12-11 يتدخل المدرب الهندي في الوقت المناسب تماما. احلى مباراه في البطوله، مع كامل احترامنا لكل المباريات اللي اقيمت، كل المباريات اللي اقيمت اليوم، لا اليوم الحكايه يقول عالي مستوى، عالي المستوى فعلا. راحت عليك يا سينجل. 13-11 مشاهدينا الكرام، 19 ارسال ضايع من المنتخب الاسترالي، 19 ارسال مقابل 4 ارسالات هندية. هنا شوف الاستقبال الان، واحدة من اللعبات القوية، اتقرب من على حوادث الصد. مالك حل، مالك حل. إذا 13-12، التغيير الأخير بالدفع بياكوب جومر مترين وثلاثة سنتي لتقوية الجانب الدفاعي على الشبكة. قوة المنتخب، قوة المنتخب الأسترالي في خط الدفاع الأول، كرة سريعة ما راح تمشي. التعادل، أوه ما مشت، حلوة هذه، تحسب لك يا معد، هذه تحسب لك يا معد، هذه تحسب لك يا معيد، رائعة جدا من بانديان أخرى.
رائعة جدا. شوف ما تعامل معها بطريقة صحيحة. شوف اللعب السريع بطريقة مفاجئة. النقطة الأخيرة ماتش بوينت، ماتش بوينت. خلاص المنتخب الهندي راح ينهيها، راح ينهيها. اللعبة السريعة، اللعبة السريعة، انهاها. قلت لك سبايسي تيم، سبايسي تيم. المنتخب الهندي يفجر مفاجأة كبيرة جدا ويكسب المنتخب الاسترالي 3-2 في واحدة من اروع محطات هذه المباراة وهذه البطولة. كم هي رائعة هذه المباراة، كم هي جميلة هذه المباراة. الجمهور الهندي استمتع تماما، وكل من شاهد دبي الرياضية في هذه المباراة استمتع في مباراة فيها فولي عالي وعالي وعالي جدا. راح يكون الاختبار القادم للمنتخب الاسترالي غدا مع المنتخب القطري، والمنتخب الهندي مع المنتخب البحريني. مشاهدين الكرام، على أمل أن نلتقي دائما على الخير والمحبة، لكم مني جعفر قردان كل التحية والتقدير، والشكر موصول لزميلي أحمد إمام. بخير، تذهبوا بعيدا. البحرين وقطر سيعلنان عن نفسهما بعد قليل في هذه الصالة.